نروح إلى خبر آخر. رئيس الوزراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النهاردة الجمعة أنهى زيارة ليه لسلطنة عمان، وهذه الزيارة قطعا هي الأولى من نوعها، ويعني هذه الصور طبعا كتير اتكلموا عنها، يعني ما بين تأييد ما بين معارضة ما بين استغراب ما بين حديث. في كل الأحوال التقى نتنياهو بالسلطان قابوس بن سعيد، ونتنياهو كان نشر على حسابه على تويتر صور بقى كتير، الصور دي كلها نزلها هو، وكتب انه كتب ستيتمنت كده او تعليق انه عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل الى اسرائيل في ختام زيارة رسمية قام بها الى سلطنة عمان، حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد، وانه يعني السلطان قابوس كان وجه دعوة الى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين، حين الطرفين العماني والإسرائيلي أصدر بيان مشترك وقالوا فيه أنه الجانبين ناقشا سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وناقشوا عدد من القضايا اللي ليها اهتمام مشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحسب ما جاء في هذا البيان. الزيارة كان فيها رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بنشبات، ومدير عام وزارة الخارج ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، ورئيس ديوان رئيس الوزراء يواف هوروفيتس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت. سلطنة عمان ما بتربطهاش علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. الاجتماع اللي بين نتنياهو والسلطان قابوس ده الأول من نوعه بين زعيمي البلدين من ساعة ما شيمون بيريز في 96 كان بيشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، وهذا هو نص الخبر.